مساء الخير. طقس مستقر وصافي رح يسيطر على أجواءنا طيلة هالأسبوع. لبكرة جونا قليل الغيوم ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع كار و 18 درجة 20 بطرابلس، 21 بالعاصمة بيروت وأيضا بصور. ننتقل إلى بعلبك مع 17 درجة، 9 باللقلوق، 18 بزحلة و 17 بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 75%، رياحة الجهة شمال غربي إلى شمال شرقي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حل البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ لبكرة مثل ما ذكرنا جونا صافي قليل الغيوم ودرجات الحرارة عم بتسجل على السواحل 21 درجة. اعتبارا من نهار الخميس تنخفض درجات الحرارة لل 19 درجة وبتبقى مستقرة على 19 لغاية نهار السبت وجونا صافي قليل الغيوم. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة. تصبحوا على ألف خير.